ما في تصريح؟ لا طيب تفضل. اوكي، ما في تصريح، يعني مش قاسمين انت والرئيس جبران بيصير. رح اخد وجهة نظره منك ووجهة نظرك كمان، يعني كتيار وطني حر. اليوم عم بينقال انه التيار الوطني الحر في قرار ما بقى يشارك بالحكومة، مزبوط هيدا الموضوع؟ هناك توجه، وهيدا من الخيارات المطروحة يلي داخل التيار عم نناقش فيها حاليا. بس أنا بعدني بقول إنه نحن قدام 4 أيام حاسمين، يعني بعد عنا خميس، اليوم جمعة، سبت، أحد، قبل اليوم الثاني الاستشارات. نحن بموقع عم نقول إنه منشارك في حال تأمنت فرص نجاح هذه الحكومة لإنقاذ لبنان من الانهيار المالي. وإذا كان عنا قناعة إنه عنا إمكانية المساهمة بالقرار من أجل إنقاذ البلد، نحن جاهزين بالمشاركة. إذا لا، حتما سنكون بموقع آخر يلي هو موقع المعارضة القوية، المعارضة البناءة، في حال أخذنا هذا الخيار. بس خليني كون معارضة لحكومة تكنوكرات، شو ما كانت تكنوكرات أو غير تكنوكرات، اللي بهمنا نحن اليوم إنه بدي أكده اليوم إنه بهيدي اللحظة بعد لم نأخذ القرار النهائي. امبارح كان لنا اجتماع كمجلس سياسي لتيار الوطني الحر، تناقشنا بكل هذه السيناريوهات المحتملة، حطينا بالميزان الإيجابيات والسلبيات. اليوم عنا اجتماع لا تكتل لبنان القوي مع حلفائنا ليكون عنا قرار نعم. عن الحلفاء، يعني طبعا حزب الله مصر على المشاركة في الحكومة وحركة أمل، يعني هل هن يعني في رضا على قراركم اللي عم بيسمعوا منكم عن جديد، ولا في رفض؟ لا ما في رضا، أصلا عبروا عنه بالإعلام، ورئيس بري امبارح وصل رسالة للتيار من خلال نائب سليم عون انه التوجه تبعنا هو منه مبسوط منه. واللقاء اللي صار اليوم بعين التيني هو بصب بهذه الخانه من اجل ان يكون هناك تنسيق بالمواقف. هلا في تمايز حتما وكل العالم شايفته، ان كان على صعيد التشبث بشخص رئيس حريري من الاساس من قبل الثنائي، ونحن عنا كان تصور اخر. لكن بنهاية الأمر برجع بكرر أنه بهذه اللحظة نحن ما أخذنا أي قرار. يعني حزب الله مصر مثل ما عم بفهم منك على الرئيس الحريري بوقت اللي أنتم مش مصرين. الحزب الله مصر أن يكون الرئيس سعد الحريري يا رئيس حكومة أو مقرر من سيكون رئيس الحكومة. وبالتالي بهالشهر من المناورات يلي عشناها شفنا انه كل الاسماء اللي كانت تطرح يا تسقط بالشارع، يا يتنحى الشخص المعني مثل الاستاذ بهيش طبارة، او الكلمة الفصل اللي طلعت بدار الافتاء بما يختص بالاستاذ سمير الخطيب. مشان هيك وصلنا لمطرح بعد هذا اللف والدوران على مدى شهر، ويلي هي جريمة بحق لبنان على فكرة، كل يوم كنا عم نخسره. وصلنا لمطرح انه اوكي، اليوم الشخص الوحيد المطروح للترأس هذه الحكومة هو سعد الحريري من قبل ما يسمى بالأكثرية السنية السياسية. ولكن نعم، هذه الجريمة اللي عم تحكي عنها اليوم كمان، يعني بمحل إذا بدنا نوصفها بجريمة، مسؤول عنها رئيس الجمهورية، لأنه هو من يعلن البدء بهذه الاستشارات، هو ما أعلن. عظيم. أول شيء رئيس الحكومة غير ملزم بمهلة دستورية معينة. كل الموضوع وهلأ بعدنا عم نحكي اليوم أنا وياك، الإشكالية منه فقط برئيس الحب باسم رئيس الحكومة، الإشكالية كمان بالصيغة الحكومية الإنقاذية المنتظرة. كمان رئيس الجمهورية كان حابب يعطي الوقت للنقاش الجدي والعميق بين كل القوى السياسية للتوصل إلى تكليف يكون مسهل التأليف سريعا. اليوم نحن بعدنا منا بهذا الجو، بس خلص كمان رئيس عون بعد ما عطى كل هذه المهلة رئيس الحريري لتأليف الحكومة. نعم، لم نأخذ قرار بعد بهذا الموضوع. قلت لك عنا 4 أيام رح يكونوا أساسيين. شكرا لك النائب سيمون رامي، عضو تكتل لبنان القوي. كنا سمعنا منه يعني ما في قرار حتى هذه اللحظة، ولكن مثل ما هو واضح رامز أنه في تغيير بالموقف بوقت اللي صار في حديث بعدم المشاركة بالحكومة، هذا الشيء اللي ما كنا عم نسمعه بالسابق. رامز، شكرا لك. زميلي ليال بموسى من مجلس النواب، ومن مجلس نواب إلى مقر الرئاسة الثانية في عين التيني مع حسان رفاعي. حسان.